في بيروت، أسس أول مدرسة ثانوية في بلدة كفر شيمة بجنب بيروت وأدارها لعدة سنين، وبعدها رحل واشتغل وعمل في السودان وفي الكويت وبعض البلدان والبلاد العربية الأخرى. وفي سنة 1972 بدعوة من وزارة التجارة الأمريكية حضر إلى أمريكا وبقي في هذه البلاد، وتخرج من عدة جامعات ويحمل شهادة ماجستير وشهادة ماجستير في علم الكمبيوتر ساينس، وكذلك دكتوراه في نفس العمل في نفس العلم علم الكمبيوتر من جامعة أوريغون. كان بودي أن أذكر بعض المؤلفات للدكتور جميل، ولكن أترك هذا الموضوع له حتى يختار بعض المؤلفات يتكلم بها لنا. دكتور جميل. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم جميعا. من القلب إلى القلب. ولكن قبل كل شيء أريد أن أشكر الأخ فارس حداد الذي أتاح لي هذه الفرصة السعيدة، وأشكر دكتور كمال على الكلام التي قدمني بها. وقبل البدء بالكلام أريد أن أعترف أن معرفتي الشخصية ببروفيسور نفاع جاءت متأخرة، غير أني سمعت اسمه لأول مرة عندما قمنا خلال عام 1991 بالتحضير للاحتفال القومي باليوم العربي الأمريكي الذي صدر به مرسوما خصص فيه الرئيس جورج بوش الأب يوم 25 أكتوبر تشرين الأول، هذا اليوم للعرب الأمريكيين ليحتفلوا به. ولهذا قررت نقابة الصحفيين العرب الأمريكيين الاحتفال باليوم المقرر رسميا 25 أكتوبر بقيام المهرجان والاستعداد له إعلاميا وثقافيا، وأن تضع كتيبا بالمناسبة نتحدث فيه عن التراث العربي وما قدمه من إنتاج حضاري. فدار الحديث حول إيجاد ما يجب أن يكتب ومن يكتب للتعاون مع النقابة لتحقيق هذه الأمنية بسرعة وبإيجابية. ومن البديهي أن يقع العبء الأكبر على أمين العام للنقابة المنصب الذي كنت أشغله، فطلبت المساعدة من رئيس النقابة الأخ عادل بركات للمساهمة والاتصالات العامة التي اشتهر بها، فجاء اسم الدكتور نفاع على رأس القائمة وتم الاتصال به وأسعد الدكتور وخط مقالا بيده. وعندما وصلني المقال قمت بطبعه وحفظه في الملف، غير أن الأحداث التي لم تكن في الحسبان أن يقوم الرئيس صدام حسين ويحتل الكويت، فقامت قيامة الولايات المتحدة للدفاع عن شيوخ الكويت ونفط الكويت، وما حصل على أثر ذلك من انقسامات عربية، فشملت تلك الانقسامات الجالية هنا. فقررت إدارة النقابة إلغاء الاحتفال والتوقف عن نشر الكتيب الذي باشرنا في تحضيره. ومرت الأيام وجاءني الأخ عادل يطالبني بالمقال الذي كتبه دكتور كمال بخط يده، ولم أتمكن من تلبية الطلب لظروف فوضوية مررت بها بعد ما قام في لوس أنجلوس من عصيان مدني مفاجئ لا أريد أتحدث عنه الآن. ولكن عندما قامت مجموعة من الشباب الجالية لتحضير الاحتفال بمهرجان اليوم العربي الأمريكي عام 1997، سنحت لي الفرصة أن أساهم في تحضير لمهرجان العربي الأمريكي الثاني الذي قام برعاية جريدة أنباء العرب، مهرجان العرب الأمريكي السنوي الثاني 21 سبتمبر أيلول 99 كلية سوريتوس برعاية جريدة أنباء العرب. و اغتنمت الفرصة وكتبت مقالي الذي كنت أريد أن أكتبه سنة 91 ونشر هنا، واستعملت نفس المقال اللي أرسل لي الدكتور نفاع بدون ما أطلب إذن منه وانتشر هنا. ولهذا بعد 12 سنة تأخير بقول لك هذا المقال مطبوع. Forget all about it.
وبالمناسبة وعلى هامش الحديث والدردشة أقول في منتصف الخمسينات من القرن الماضي كنت على معرفة بزميلة لي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكنا نشترك معا في تمثيل بعض المسرحيات الطلابية على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية من ويست هول، وكنت معجب بها لجمالها وحسن مزاياها الخلقي، ولكنها امتازت بطولها بالنسبة لطولي، فلم يكن هناك نصيب بل أصبح عديلا للدكتور كمال نفاع. وخاصة كانت ابنة خالتي ماتيلدا في انتظاري، والحمد لله قد رزقنا الله كل من الهيثم والغيث وخمسة أحفاد حتى الآن. والآن نعود إلى الحديث الجدي ونتحدث عن موضوع المحاضرة التي تقتصر على دعوة إلى إيجاد مظلة عربية أمريكية واقية تطالب بحقوق أبناء الجالية العربية العادلة وقيام لجان للتوعية وتشجيع الاتصالات بين العرب الأمريكيين لنشر المعلومات الصادقة في الولايات المتحدة الأمريكية حول المشكلات في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولهذا نقول نحن بحاجة للعمل الإيجابي لتحقيق المطلب الملح، ليكن اجتماعنا هنا دعوة شاملة تسعى وتهدف إلى ضم جميع أبناء الجالية العربية وخاصة الجمع بين المسيحيين العرب الذين يشكلون السواد الأعظم من أبناء الجالية العربية الأمريكية. ولهذا نحن ندعو من هذا المنبر، منبر الجمعية الأردنية الأمريكية، أن تتحمل الجمعية المسؤولية في اتخاذ الخطوات الأولى في خلق هذه المظلة الواقية الواعية للقيام بدور التوعية والإرشاد والتثقيف الخلقي لأبناء الجالية أولاً، ثم نشر المعلومات الصحيحة لمشكلاتنا. ونحن نواجه تيار صهيوني معادي لا يرحم، علينا البدء من الداخل والقبول بالمعرفة الحقيقية لما يجب أن تكون عليه مواقفنا الثقافية والتوجيهية. علينا أن نقوم بمحاولة صادقة تعمل على دعم أي تجمع عربي في المهجر يعمل لما فيه خير الجالية العربية وأمتنا العربية عامة، على أن ينصب جهدنا على المعرفة والتفاهم والوفاق فيما بيننا لكي نقف في وجه التيارات الإلحادية الصهيونية التي تجتهد في تحقير وتعرية العرب من كل مفهوم أخلاقي وثقافي وتاريخي صادق. لهذا نتقدم أبناء الجالية العربية المسيحية والإسلامية الواعية للمساهمة مع الجمعية الأردنية الأمريكية في خلق هذه المظلة الجامعة والشاملة لخدمة العمل الإعلامي الثقافي القومي العربي الجماعي في المهجر. علينا الإيمان بأهمية التوافق الكامل بين مسيحي ومسلمي أبناء الجالية العربية الأمريكية من خلال مجلس التوافق العربي الثقافي والأخلاقي المسيحي المسلم الأمريكي الذي يجب خلقه ليشكل الجزء الهام من هذه المظلة الواقية، ولتسعى الجمعية الأردنية بفضل جهودكم وقدراتكم أن تكون المنطلق المشجع الذي يحقق هذه الدعوة الهامة. ولهذا نتأمل من النخبة القيادية العربية المسيحية والمسلمة إبداء رغبتهم في التظلل بالمظلة الواقية المقترح تأسيسها، فمتى وجدت الرغبة وصفية النية عندها فقط يتمكن أبناء الجالية العربية الأمريكية مجتمعة أن تنجز المعجزات وتفتخر بما تقوم به من شرح وتفسير للمقومات والمفاهيم الشرقية العربية الدينية والثقافية والحضرية التي كانت تميز العرب في الماضي، وما يحدث اليوم في وقتنا الحاضر، وما هي مواقف أبناء الجالية العربية الأمريكية منها، وكيف نعمل لمواجهة السياسة الأمريكية الخارجية المناهضة لمصالحنا ولا تضر بالمجتمع الأمريكي عامة ولا تخدم سوى فئة من الحاقدين والمندفعين بتعاليم مغلوطة ومزورة. ومن هنا علينا أن ننطلق في توجيه أبحاثنا ودراساتنا وتثبيت المزاعم والتعاليم المغلوطة وشرح وتفسير أسبابها وغاياتها والعودة بها للحقيقة التي يحاولون طمسها.